صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الشافعي رحمه الله: ناظر المبتدعة بالعلم، فإن أقروا خصموا وإن جحدوا كفروا، فما المقصود بالعلم الذي إذا جحد كفر جاحده؟ علم الله جل وعلا. إذا قال الله ليس بعالم يكفر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. وكلام الشافعي على القدرية، على القدرية الذين ينفون القدر، فإذا قالوا إن الله لم يعلم الأشياء قبل وقوعها كفروا بهذا، لأنهم جحدوا صفة من صفاته سبحانه وتعالى.